حذرت منظمة الصحة العالمية من أن استخدام الكمامات وحدها غير كاف للتغلب على تفشي وباء كوفيد-19 الذي أسفر حتى الآن عن وفاة أكثر من 70,000 شخص. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إنه على الدول أن تنظر في مسألة استخدام الأقنعة في المجتمعات التي يصعب فيها غسل اليدين والتباعد الجسدي بسبب نقص المياه أو الاكتظاظ، وشدد على أن الاستخدام الواسع للكمامات الطبية قد يفاقم النقص في معدات الوقاية الخاصة للعاملين في قطاع الصحة. قرر المغرب فرض ارتداء الكمامات الواقية بشكل إجباري على جميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خلال حالة الطوارئ الصحية ابتداء من الثلاثاء في إجراء جديد لمحاصرة انتشار فيروس كورونا. وستشرف السلطات على إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني بسعر بيع عام مدعوما من الصندوق الخاص بكورونا حسب البيان. هذا وهددت السلطة المخالفين بغرامة تصل إلى 140 دولارا. أعلنت السلطات الصينية أنها لأول مرة لم تسجل أي حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، لكنها أشارت إلى تسجيل 32 إصابة جديدة بالفيروس ليرفع إجمالي الإصابات إلى حوالي 1,082. أعلنت شرطة باريس منع سكان المدينة من ممارسة التمارين الرياضية في الأماكن المفتوحة من 10 صباحا وحتى 7 مساء في تشديد لقواعد الحظر المفروض لمواجهة فيروس كورونا. ويشار إلى أن ممارسة التمارين الرياضية تعد من الأسباب القليلة المقبولة لترك المنزل أثناء فترة الإغلاق الصارم المفروض في أنحاء فرنسا منذ 17 من أذار مارس. وتتضمن الأسباب الأخرى المقبولة الذهاب إلى العمل ورعاية الأطفال والمواعيد الطبية وشراء اللوازم الأساسية. لجأ عمدة أوكراني إلى حفر مئات القبور لتشجيع الناس على التزام العزل، ما أثار جدلا حيث لم تسجل في مدينة دنبيرو التي يحكمها أي حالة وفاة حتى الآن بسبب الوباء. وتم حفر ما مجموعه 615 قبرا في عدة مقابر وتجهيز 2000 كيس عازل في هذه المدينة الصناعية التي يبلغ عدد سكانها نحو 1,000,000 نسمة.